حنان اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. اهلا بيك حنان. نعم تفضل. هلا. عليكم السلام. كيف حالك يا احمد؟ شو الاخبار؟ اهلا بيك. نعم تفضل. انا بنت طرابلس. اهلا بيك. هلا. في الاستماع حنان. نعم تفضل. انا بنت طرابلس. بهي. اهلا بيك. طبعا احنا لاجئين من الخله. بهي. مشان نجوز في حوشنا في الخله لقينا سوريين في حوشنا طبعا. وبيقلوا في الدحي يقلوا خبزه سوريه وفرنتها وجواده. ولما قلنا لنا هذا حوشنا قالوا لنا احنا ما عندناش وين نمشي. طبعا احنا حوشنا تحت المعسكر اليرموك. بهي. واني قبل حتى نصورهم خافوا وعرفت ياخذوا مني التليفون وخاف علي ماليه قالوا لي اطلعي. فهمتها. مش واحد ولا اثنين قريب خمسه ولا سته. خمسه ولا سته سوريين موجودين في منزلكم في خله الفرجان. مناطق مناطق. فهمت. احنا جيراننا واخديننا هنا قالوا لي برا يخرجكم في سوريين. كان فرصه سوريين وشكت هو فاتحين مضايقين على التطبيق. فهمتها. ويلا احنا احكي لي كيف كانت يعني شن كان شعوركم انتم اهل طرابلس يعني وانتم تشوفوا في منازلكم احياءكم مناطقكم موجود فيها مرتزقه سوريين شن كانت رد فعل؟ انا بنت طبعا انا بنصور خافت علي ماما قالت لي اطلعي روحي. فهمتها. لا انتم كنتوا تشاهدوا في الاعلام وهم يقولوا راهو في مرتزقه ولا اكيد ممكن تقولوا ممكن الاعلام يزيد ممكن فيه لبس ممكن فيه كذا ممكن اشاعات ممكن كذب فانتم ممكن توجهتوا الان بعين المجرده وجدتوا الان السوريين موجودين في منازلكم في غرف نومكم في 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 داخل المنزل يطيبوا يرقدوا عايشين حياتهم طبيعيه. خبزه سوريه ودحي وزيتون. فهمت. انتوا خشيتوا جوا في الحوش جوا لقيتوهم ياكلوا ولا شني؟ نعم. انتوا دخلتوا للحوش لقيتوهم احنا مشينا انا وماما وبابا. فهمت. هذا الحوش ومعي خوي. طبعا انت لما تجي للسناف نتاع البل اللي فتشوك وانا تليفوني دسات تحت الكرسي نبي نصور حوشنا لما خشيت من اللي فتش فيكم؟ جماعه انا ما عرفتش كان دارات والشرط. ما تعرفيش من انا دارت والشرط جيت جمع البل جيت السناف نتاع انت ماشي للخلا. فهمت علي ولا ينزلوك يفتشوك كان انت عندك تليفون بدات كان القو بنت في السياره. فهمت. الو وشنت احكي لنا يعني مشاعر طرابلس واهلها وهم وهم يشوفوا في طرابلس ماساه. تعرف الطي هذا ما نشوفوش شي بوكو نهائيا. تعرف عرف علينا من الصبح كنقول لك لا توا ما جاش. فهمت. وما عندناش وحياه ماساهيه بوكو عندك توا مضايقين حد التجول على الكرارونا مكارونا ما نخليش فينا نطلعوا بوكو. يا حنان انتم مأجرين انتم مأجرين في مكان اخر. اي والله احنا هذه راجل اختي عطينا حوش في باب بن غشير. فهمتها. عرفت كيف عندها حوش مأجرة طلع الناس اللي جا عطانا احنا من شهر 4/4 رفض وخلينا نمشي ونجي للخلا. لكن انتم كنتوا عارفين ان المنطقه هذه تم الاستيلاء عليها من السوريين ولا مشيتوا باش تشوفوا حوش كان باش ترجعوا له وتفاجاتوا بوجود السوريين؟ في سوريين ما فيش حتى طين ما فيش ميه. سوريين راكبين في حوشنا يعني هنا وقت يمشوا. فهمت. يعني يدلوا لي في التحية يدلوا لي في واحد خبزه سوريه حوش بو الثاني. فهمت. وليه ما بو يخش وطلع ما عرفت خشينا وطلعنا طول ما خشيناش بكل الديار. طبعا الديار كلهم فتشينهم. انا حاجه واحده خديت حوايجي اللي في الدولاب ونص حوايجي انا طبعا ماني مخطوبه وعرسي تو التات كلها اللي تات عرسي فاتحينها رفض واخدينا كلها. انت مش مخليين لي شيء.